نتداين نتداين يعني أنا اليوم ما عندي فلوس، يعني أنا مطلوب من عندي أدفع 50 خو جاي تجيني 40 خو شو أسوي؟ بعدين هذا موضوع الاقتراض شوي إحنا كون يعني نفصله. بس أكو فلوس هسه خير. هناك فرق كبير بين الاقتراض. عندنا فلوس هسه بداية حديثنا قلت هسه أكو فلوس لا لا. يعني هذا الشيخ يقول أكو فلوس. الاحتياط النقدي هسه ما أدري أنا ما أعرف وين أكو فلوس، بس أنا أدري. وين أكو فلوس أستاذ تقصد؟ وزارة المالية قلت. يوم السبت. كان عندي لقاء ويا قناة الشرقية حول شو يسموه هذا الكراسي لعبة الكراسي كان وياي مدير عام البنك المركزي وتحدثنا حول الاحتياطي الاحتياطي النقدي عندنا موجود الاحتياطي موجود الاحتياطي بس سيدي طيب هذا هذا مو حال طيب احنا كل ما هذا احنا نكون نفرق بين الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي نعم انا مع الداخلي نعم الاقتراض الداخلي شنو الميزه يحرك السوق انا بتقدير الاقتراض الداخلي هو يعني خلينا نقول هاي المصارف الحكوميه اللي اقرضت الحكومه طيب هي هاي للحكومه يعني لانه هي تابعه لوزاره الماليه بالنهايه يعني مثلا انت لا تنسى اليوم ماكو حكومه بالعالم او نادر جدا ان هي غير مديونه اكثر حكومه مديونيه بالعالم هي الحكومه الامريكيه طيب. وإذا تذكرون وربما كثير من المشاهدين في زمن أوباما رفع قرار للكونغرس حتى يأخذ موافقة برفع قيمة الدين الأمريكي لأنه أكثر الحكومات هي الحكومات تقترض مو صعب لكن إحنا اقتراضنا الخارجي هو رهن خصوصا مثلا يعني للمصارف الأهلية الخارجية هسه ربما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الفارق بمدة قبل فترة راد يبيعون النفط وهو بالأرض باعي مو بس بالأرض باعين بعد 10 سنين لآخر باعي طيب عقود التراخيص هذه حلو لك أستاذ حلو أول عودنا المشاهد تنشيط الاقتصاد العراقي حلو سريعة برأيك نعم من سريعة. خلال دعم القطاع الخاص وتهيئة الأجواء المناسبة للقطاع الخاص العراقي ابتداء من خلال تسهيل البيئة الاستثمارية العراقية شون؟ النشط أنا قلت هذا الموضوع ولازلت أصر عليه القطاع الخاص هم يريد دعم يريد فلوس نعم نعم تنطيق نعم دورات ما نعطي لا أنا عندي حل هنا أنا عفوا وحل سريع اسمحلو خليني أكمل الحلول لا هنا سأل حسن هنا من تجي تهيئ فرصة للقطاع الخاص تنطيه فلوس أنت راح تنطيه فوائد وهاي الفوائد هنا بهالحالة إذا تجيب من احتياطيك النقدي وتعطي فوائد تستثمرها لأن هاي راجعة لك يعني اليوم مثلا أستاذ رائد خلي